التخلص من حكم الإخوان كان أشبه بالحلم، لكن الشعب حول الحلم إلى حقيقة وخرج ليعيد البلد إلى سكانها الأصليين بعد أن حاول المتطرفون اختطافها مع وصول تنظيم الإخوان إلى منصب رئيس الجمهورية في 24 من يونيو 2012، والذي بدأت معه ومنذ اليوم الأول خطة أخوانة الدولة وتفكيك مفاصلها وإعادة إنتاج تجارب الميليشيات الدينية المسلحة. كانت سنة في غاية الصعوبة على الشعب المصري، كل أيامه كانت تحمل ملامح مشروع الأخوانة الذي يفرضه تنظيم الإخوان الإرهابي، لكن أياماً بعينها كانت تحمل تفاصيل واضحة لهذا المشروع الذي يسعى للسيطرة والاستحواذ وإقصاء الآخر. كانت أياماً لا تنسى. في 8 من يوليو عام 2012 أصدر محمد مرسي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب المنحل، ودعا لانعقاده ثانية رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل المجلس. في 16 من نوفمبر 2012 انسحبت الكنائس الثلاث، الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، من الجمعية التأسيسية لوضع دستور، وقالت إن الدستور بصورته الحالية لا يعبر عن التوافق الوطني وهوية مصر التعددية، فيما اعتبرت الدعوة السلفية وحزب الحرية والعدالة الانسحاب غير مؤثر، واستمر التيار الإسلامي في سيطرته منفرداً على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. لم أكن ولا يمكن أن أكون أن أسعى أن أمتلك السلطة التشريعية. في 22 من نوفمبر 2012 أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً يمنح به نفسه مزيداً من السلطات ويحصن قراراته من الطعن عليها قضائياً، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد في خطوة أشعلت فتيل احتجاجات استمرت عدة أيام. في الإعلان الدستوري الذي أصدره قرر تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية الذين اعتبروا ذلك تعدياً صارخاً على السلطة القضائية وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة. في 5 من ديسمبر عام 2012 وقعت أحداث قصر الاتحادية بعد إصدار محمد مرسي الإعلان الدستوري، ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان وبين المعتصمين الرافضين للإعلان، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف. وضع الإخوان مشروع قانون تعديل ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، ما يؤدي إلى عزل نحو 3500 قاض من وظائفهم القضائية، ورد القضاة على ذلك بعقد جمعيات عمومية متتالية لرفض هذا المشروع. وفي ديسمبر عام 2012 لم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بعدما احتشد ما يقرب من 5000 من الموالين للجماعات الإسلامية، وتم حصار المحكمة الدستورية. ومن بين الهتافات التي رددوها: يا مرسي ادينا إشارة وإحنا نجيبهم لك في شكارة، كما اعتدى المتظاهرون على ممثلي الوسائل الإعلامية. ركزت الجماعة فقط على خطف الدستور والانفراد بالسلطة ووضع نصوص وقواعد تمنع تداولها وأخوانة الدولة، حتى وصل التعديل الوزاري الأخير في حكومة هشام قنديل إلى 17 وزيراً و15 محافظاً محسوبين على التيارات الإسلامية. في يناير 2013 عمق إقرار دستور 2012 شعور الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، ما أحدث خلافات بينهم وبين الإخوان، وانسحبوا من الجمعية التأسيسية اعتراضاً على نسب التمثيل. في مارس 2013 بدأ الحازمون حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بإغلاق أبواب المدينة بالحواجز الحديدية والحجارة، ومنعوا دخول العاملين وضيوف البرامج الحوارية، ما هدد بإلغاء البث المباشر للقنوات. وكانت من المناظر السيئة وغير الحضارية
شراء المعتصمين عجلاً وذبحه أمام مدخل المدينة وبناء الحمامات في الشوارع. في أبريل من عام 2013 تم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي يعد أول اعتداء في العصر الحديث على المقر البابوي لأقدم كنيسة في الشرق. وكانت الكنيسة يعمها الحزن بعد تشييع آلاف الأقباط لضحايا الاشتباكات الطائفية التي شهدتها مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. وعقب انتهاء مراسم التشييع، حاول الأقباط تنظيم وقفة احتجاجية تعقبها مسيرة إلى وزارة الدفاع تطلب من الجيش حماية الكنائس، فأطلق مجهولون عليهم وابلا من الحجارة وزجاجات المولوتوف وطلقات الخرطوش. في 3 يونيو عقدت مؤسسة الرئاسة اجتماعا مع القوى الوطنية برئاسة مرسي على الهواء مباشرة لبحث أزمة سد النهضة. وتضمن اللقاء اقتراحات بالتلويح باستخدام القوة والتدخل في الشأن الإثيوبي وانتقادات حادة للموقف السوداني. في 15 يونيو 2013 تم عقد مؤتمر نصرة سوريا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وأعلن محمد مرسي خلاله قطع العلاقات تماماً مع سوريا، وألمح إلى دعم الميليشيات المسلحة في سوريا دون الاكتراث بأن هذه القرارات خطر داهم على الأمن القومي المصري. قبل 30 يونيو بأيام قليلة عين مرسي عادل الخياط محافظاً للأقصر، والذي كان عضواً في الجماعة الإسلامية المنسوب إليها تنفيذ مذبحة الأقصر عام 1997، والتي أدت لمقتل 58 سائحاً، وكان من ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981. في 26 أبريل 2013 تأسست حركة تمرد، وجمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض إجراء الانتخابات المبكرة واصفا إياها بالمطالب العبثية. وفي يوم 30 يونيو تجمع الملايين من معارضي نظام محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة، أبرزها وأكبرها في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن. في 1 يوليو عام 2013 أصدر وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بياناً ذكر فيه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن، وأمهلت القوات المسلحة في هذا البيان مهلة 48 ساعة للجميع. وأنا أقول للجميع، من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه، سيرتد عليه بغيه. وفي 2 يوليو ألقى مرسي الخطاب الأخير، وظهر فيه غاضبا من التظاهرات والتحركات الشعبية المعارضة له، واستمر 45 دقيقة ردد فيها كلمة شرعية 59 مرة، وأصبح مضمون الخطاب مادة للسخرية، ودفع المتظاهرين للتمسك أكثر برحيل مرسي. في 3 يوليو أعلن المتحدث العسكري أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية وشبابية. وبعد الاجتماع أذاع التلفزيون الرسمي بياناً ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة مرسي. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة،
وتم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. لم يكن الطريق إلى 30 يونيو سهلاً، لأنه كان معركة طويلة النفس انتصر فيها الشعب بعد أن وجد أخيراً من يحن عليه ومن يستند عليه.